تعرف ان عبد الغفور البرعي وفاطمه كشري كانوا محمود عبد العزيز ويسرى؟ تعال اقول لك ادوار رفضها فنانين وكانت سبب في نجوميه ناس تانية. فاكر ريا وسكينه؟ اهو دور سكينه ده كان هيكون من حظ الهام شاهين، بس هي اعتذرت عنه فراح لسميه الخشاب عشان يبقى من اهم اعمالها الدراميه. مسلسل كلبش، تخيل باشا مصر اللي كان نقله الامير قراره كان هيكون حسن الرداد، بس اعتذر عنه عشان كان خايف من فشل الدور ده وقتها. نيجي لأشهر ثنائي في الدراما المصرية، عبد الغفور البرعي وفاطمة كشري، واللي كان مترشح ليه محمود عبد العزيز ويسرى، بس الاتنين اعتذروا لأسباب مش معروفة، واعتذارهم كان السبب في ظهور الكابل الألذ على الإطلاق، الزعيم رأفت الهجان، أقصد الزعيم عادل إمام، واللي اعتذر عن مسلسل رأفت الهجان بسبب اختلافه مع المؤلف على طريقة تناول الأحداث، عشان يروح الدور لمحمود عبد العزيز ويبقى أشهر أدواره على الإطلاق ويتحول من بعدها البطل شعبي. في النهاية قول لنا رأيك، هل الأعمال دي كانت هتبقى أحلى بأبطالها الأصليين ولا بالأبطال اللي عملوها؟